لكم مشاهدينا حلقة جديدة من برنامج همزة وصل، مساحة من التفاعل ونافذة للحوار والنقاش نفتحها معكم يوميا لمناقشة أحد الموضوعات التي تشغل بالنا جميعا وتهمنا في هذه الفترة المهمة من عمر مصر. يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، ويمكنكم أيضا التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر همزة وصل /EG. في انتظار المشاركات والآراء نتعرف على موضوع حلقة اليوم، ولكن بعد قليل. من جديد نتحدث في حلقة اليوم عن الضمانات التي يمكن عن طريقها أن تصل الأحزاب السياسية إلى الشارع وإلى القطاعات الشعبية. سؤال معتاد ويتبادر إلى الأذهان، هل يمكن للأحزاب أن تصل إلى الشارع خاصة مع اقتراب الاستحقاق البرلماني الانتخابي الجديد؟ لكن السؤال الأهم بكل تأكيد في الوقت الراهن، حتى نقطع الطريق على عودة الإخوان المسلمين والطائرات التي تتخفى وراء الدين وعباءة الدين لوجودها مرة أخرى في المشهد السياسي، أليست الفرصة متاحة للأحزاب السياسية الموجودة حاليا أن تثبت نفسها وأن تصل إلى الشارع المصري؟ وأيضا هل اقتربت الأحزاب من الشارع بالفعل أم لا؟ العديد من الأسئلة نطرحها في حلقة اليوم، وأنتم في انتظار مشاركتكم وآرائكم على السؤال التالي: هل ترى أن الأحزاب السياسية لها قواعد جماهيرية في الشارع المصري؟ نعم أم لا؟ نذهب لنشاهد هذا التقرير الذي يلقي الضوء على بعض جوانب الموضوع، ونعود بعده لفتح النقاش والحوار. ابقوا معنا. ما بين اليسار واليسار الاشتراكي والليبرالي والديمقراطي ومؤخرا الديني، تنوعت توجهات الأحزاب السياسية المصرية قبل وبعد ثورة 25 من يناير. وقد مرت التجربة الحزبية في مصر بمراحل عدة، وكانت كل مرحلة تفرض توجها معينا على الأحزاب، إلا أن التجربة التي تستحق الاحترام في تاريخ مصر هي تجربة ما قبل ثورة 23 من يوليو عام 1952، حيث كان لحزب الوفد أقوى الأحزاب المعارضة للملك والإنجليز في ذلك الوقت جماهيرية غفيرة، كما كان الحزب قادرا على الحصول على أغلبية المقاعد في مجلس النواب. ولكن شتان بين اليوم والبارحة، فالأحزاب السياسية في مصر حاليا تعاني من مشكلات حقيقية نتيجة لانعزالها عن المواطن البسيط وانفصالها عن هموم حياته. فبينما يعاني الاقتصاد آلاما حادة ويشكو المواطنون محدود الدخل من غياب وتدني الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار السلع الغذائية واشتعال أزمة الوقود في ظل حالة من الفوضى والانفلات الأمني، ينشغل أرباب الأحزاب السياسية بتبادل الاتهامات. ويقول المراقبون إنه يتعين على هذه الأحزاب أن تسعى إلى الاندماج في كيانات قوية بشكل يمكنها من التغلب على المصاعب التي تواجهها. للأحزاب السياسية جذور عميقة في تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة، إلا أن المشهد السياسي في مصر الآن مرتبك للغاية، وعلى الأحزاب السياسية التصدي لهذا الارتباك ومعاونة المواطن البسيط ليتحرر من أعبائه. وسام محمود، النيل. إذا نتحدث عن الأحزاب السياسية والحياة الحزبية في مصر ومدى تواصلها مع القطاعات الجماهيرية، بعد مشاهدة هذا التقرير نذهب سريعا إلى محمد عبد الحكم الذي يرصد لنا حتى الآن ما ورد إليه من آراء ومشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ماذا لديك محمد حتى اللحظة؟ شكرا مي، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفقرة جديدة لقراءة تعليقاتكم ومشاركتكم على الفيسبوك أو على تويتر لسؤال حلقة اليوم الذي يكون: هل ترى أن الأحزاب السياسية
سياسية لها قواعد جماهيرية في الشارع المصري. البداية مع أحمد الإبراهيمي الذي يقول: للأسف الشديد الشارع المصري لا يختار على أساس جيد في الانتخابات، وإنما يختار حسب الوعود من الناخبين والتي غالبا لا يتم الوفاء بها، وقليل أيضا يختار حسب المنحة التي تقدم من المرشح الفرد أو الحزب قبل الانتخابات مباشرة. ندى: أين هم الأحزاب أصلا وسط كل ما يجري من تظاهرات الشباب في الجامعات، ونحن لا نرى حتى الآن أحزاب ممكن الشعب يضع ثقته فيها، وغياب الشباب عن المشهد السياسي وعدم وجود أحزاب من الشباب يجعل الشعب لا يرى أي تغيير ودماء جديدة. آية أحمد تقول: الإجابة بصراحة حزب الحرية والعدالة هو صاحب النصيب الأكبر من القاعدة الجماهيرية. أدهم عبد اللطيف يقول: الأحزاب ضعيفة وغير موجودة بالشارع، والخطورة إننا قادمين على استفتاء ثم انتخابات، فيجب أن ترتفع الحناجر لا للإرهاب، نعم للاستفتاء، نعم للتنمية والبناء، نعم للانتخابات الفردية. أحمد الليسي يقول: ليس للأحزاب قواعد جماهيرية للأسف، باستثناء الأحزاب الدينية نظرا لتقديمها بعض الخدمات الإنسانية للفقراء، وربما يكون لحزب الوفد قاعدة نظرية تاريخية نظرا لأنه قديم في الشارع السياسي. محمد الجندي: الأحزاب السياسية في مصر ما لهاش إلا في الاستعراض والقوة. علي البشار: لقد فقد كثير من أنصار الأحزاب ثقتهم فيها بعدما فشلوا ولم يستطيعوا القدرة على المنافسة. مشارك آخر وهو خليل عبد يقول: ليس لها أي قواعد لأنها لا تسعى لذلك ولأنها كثرت، والدليل أن جميع الأحزاب لا تهتم برأي أعضائها، وبالتالي فإن عدد الاستقالات في جميع الأحزاب يتزايد يوميا، وذلك هو ما نراه في الحياة. حسن حسين أخيرا يقول: نعم وبالتأكيد نحن نتعايش في دويلات الأحزاب داخل الدولة المصرية. يعني هناك بعض التشاؤمية كما قرأته على الفيسبوك وعلى تويتر من المشاركين. الكل يرى أو المعظم يرى أو الغالب يرى أن دور الأحزاب هو ربما يكون ضئيل في الشارع المصري. هل سنتعرف على ذلك تلك يعني المعلومات التي قرأناها من خلال اتصالاتك الهاتفية؟ هذا ما نرى عندما تستقبلي أول اتصالاتك الهاتفية. إليك مايك. شكرا لك محمد على هذا العرض. إذا معظم الآراء كما رصد لنا محمد عبد الحكم يتحدث عن ضعف، فقدان ثقة في الأحزاب، عدم تواجد في الشارع. ما هو السبب وراء ذلك، وكيف يمكن الوصول لهذا التواصل المرجو من الأحزاب السياسية مع القواعد الجماهيرية والقواعد الشعبية؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال المداخلات الهاتفية التي سنبدأها فورا في همزة وصل. وينضم إلي في الجولة الأولى من هذه المداخلات الأستاذة سميرة راغب، الخبيرة السياسية والاستراتيجية، ودكتور عبد العصمت، الكاتب المحلل السياسي، الأستاذ أحمد الغباشي، محمد الغباشي، عضو حزب حماة مصر. ونبدأ مع الأستاذ سمير راغب، الخبير السياسي والاستراتيجي. بعد الترحيب بك أستاذ سمير، يعني لعلك تابعت معنا آراء المواطنين والمشاركين أن هناك بعض النبرة التشاؤمية أو عدم ثقة في الأحزاب السياسية والمشهد الحالي. كيف تقرأ أنت الخريطة السياسية في مصر؟ أهلا بحضرتك. اولا الاحزاب في جزء هي بريئه منه او ضحيه. انا من سام مبارك لم يكن يسمح الاحزاب بان تمارس سياسه حقيقيه، وكانت يعني امن الدوله يعني بتسيطر على معظم الاحزاب، وهي حتى تكون حزب عليك بامن الدوله وخلافه. باستثناء طبعا الاحزاب العريقه زي حزب الوفد وحزب التجمع والاحزاب التي لها ايديولوجيات. يعني بالطبع تعددت المعوقات بعد 25 يناير استاذ سمير. بعد 25 يناير اللي زاد الامور سوء، اللي هو الزياده الكبيره في عدد الاحزاب. على سبيل المثال، اول 8 شهور من بعد ثوره 25 يناير تم تاسيس 73 حزب. صحيح. بعد تولي مرسي الحكم تم تاسيس 83 حزب، لو اضفنا 24 حزب قائم قبل الثوره يعني يقترب من 180 حزب. نعم، وحدث البعض التحدث عن انها ديمقراطيه عدديه وليست ديمقراطيه تعدديه بهذا المنوال. لا هو بالظبط كده، هو الدستور بيقول ان هو النظام السياسي ما مبني على التعدديه الحزبيه. نعم. وليس عدد الاحزاب. صحيح. يكون لدينا اليمين واليسار والوسط وخلافه.
طيب كانت النتيجة ان الاحزاب فشلت في جميع الاستحقاقات الدستورية من استفتاء الدستور مرتين وانتخابات برلمان بغرفتين وانتخابات رئاسة. طيب عشان ما نتكلمش على الماضي، الحل في الآن. صحيح. الحل ان تتواجد قائمة واحدة سواء بفد او خيمة، لكن سلوجان واحد، عنوان واحد يحوي جميع الاحزاب المدنية والتنسيق بينهم. دي الحالة الوحيدة اللي ممكن يحققوا اكثر من 50% لو نزل لحتى لو معلم. برقبتك للمشهد السياسي والخريطة السياسية الحزبية بشكل خاص، هل هناك حراك سياسي بانه ممكن واحنا يعني نقترب على الانتخابات البرلمانية ان يحدث اندماجات وتكتلات بين الاحزاب السياسية؟ هل تعلمنا الدرس هذه المرة؟ في تحركات، يعني في اتجاه ما بين المصريين الاحرار والجبهة الديمقراطية، في المصر الديمقراطي برضو كحزب برضو اثبت وجوده في الانتخابات البرلمانيه الاخيره بيسعى برضو للتواجد، ولكن انا ما بقولش قيمتين او عنوانين، لان عنوانين يبقى تاكدت ان لو عنوانين مش عنوان واحد يحوي كل الاحزاب وبما فيهم المستقلين، هتبقى النتيجه ان المجلس القادم هيبقى الاغلبيه ما بين أعضاء من النظام الأسبق، نظام مبارك والحزب الوطني والجزء الآخر من الإسلاميين. صحيح أستاذ سمير، يعني هذا سيناريو استشرافي لما سيحدث في الانتخابات. شكرا أستاذ سمير راغب على الخبير السياسي الاستراتيجي على هذه المداخلة. ننتقل للدكتور عادل عصمت الكاتب والمحلل السياسي. يعني دكتور عادل، دعنا نتحدث عن الآن، يعني لعل أستاذ سمير تحدث عن السيناريو في الانتخابات وماذا سيحدث، دعنا نتحدث الآن عن وضع الأحزاب السياسية وصلتها بالقواعد الجماهيرية والشعبية في الشارع. برأيك ما الذي يعني كما تبعنا في تعليقات القراء المشاركين بأن هناك ضعف، هناك فقدان ثقة، عدم تواصل، يعني أين هي المشكلة؟ هل الأحزاب لا تعي أدوارها أم المواطن لا يعرف ماذا يجب أن يطلب من هذه الأحزاب؟ برافو برافو، خليني أحييك على أنك أنت حددتي أنت أين هي المشكلة. يعني صحيح كويس، المشكلة في ضعف الأحزاب المصرية ترجع لعيوب نشأة هذه الأحزاب. نعم. احنا الاحزاب المصريه عندنا احزاب في اوروبا نجحت ليه؟ لان الاحزاب في اوروبا نشات تعبيرا عن مصالح طبقات بعينها ودفاعا عن مصالح طبقات بعينها، ونشات دفاعا عن شرايح ومصالح شرايح بعينها كويس، لكن الاحزاب في مصر نشات ارتباطا بقضيه الاحتلال بالقضيه الوطنيه، فلذلك لما الاحتلال مشي الاحزاب مشي. التجربة الأولى بتاعت سنة 7 ما قبل ثورة 19 وهي أعظم التجارب. كان أنت في حزب ليه؟ يا أنت ضد بريطانيا، يا أنت ضد الدولة العثمانية، يا أنت ضد الاثنين. واسمح لي دكتور عادل، في المرحلة اللاحقة في السبعينات والثمانينات كان من يعمل في العمل السياسي قبل 77 بأنه يعني كان وطني مجرد هو يعمل في العمل السياسي، وبعد هذا برضه كان مجرد اللا أو المصادمة مع النظام في حد ذاتها هو كان يعمل في المعارضة والأحزاب. المفروض ان احنا في التجربه الرابعه اللي احنا فيها الان ما بعد ثوره 25 يناير و30 يونيو، دي التجربه الحزبيه الرابعه في مصر. صحيح. المفروض ان احنا نبدا بقى ندرك عيوب النشاه وندرك ليه الاحزاب المصريه بقى هشه وضعيفه، ونبدا ننشئ احزابنا كمصريين على اساس ان الاحزاب تحط خطاب استهدافي تستهدف فيه مصالح بعينها، ما يبقاش الحزب بتاع كله. ما يبقاش الحزب بيتكلم كل المصريين، لا انا عايز حزب يحط من دلوقتي يقول انا هتبنى مثلا مشاكل القطاع الصحي في مصر، هدافع عن الاطباء، هدافع عن المرضى، هدافع عن المستشفيات. يعني برقبتك للمشهد، هل يوجد هذا الوعي لدى اساسه انفسهم ولدى المواطنين بالتبعيه؟ لا انا مش شايف الوعي ده موجود، وان الوعي ده لو كان موجود ما كانش طبعا ده حل احزابنا السياسيه. ما عندناش حزب سياسي يعني خطاب استهدافي لاي حد، وما عندناش حزب سياسي لو سالتيه انت مستهدف مين هيعرف يرد عليك، هيقول لك انا مستهدف كلها، ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انك تستهدف شرائح بعينها وتعبر عن مصالح طبقات بعينها وتقف مع مصالح بعينها وتدافع عن مصالح بعينها. صحيح. والدليل على كلام دكتور عادل يعني التشابه الفظيع بين الاحزاب العديده جدا وصلت الى 70 وكذا. صحيح. طبعا في فروق واضحه. نعم. ما فيش فروق واضحه حضرتك للناخب. نعم. طيب وماذا الآن دكتور عادل؟ يعني نحن نقترب من الاستحقاق البرلماني الانتخابي، إذا أنت ليس متفائل بالقادم.